نطلع على الفا، ايش عندي انا بالفا؟ عندي انا ممكن اقسم هاي على هاي وايش يطلع معي مباشره؟ تان. بس انا ايش بدي؟ ربع دي ساين وكوساين. انا ممكن اقسم هذا على هذا ويعطيني التان، بس انا ما استعملت اشارات. طيب ايش هذا بدي اقسمه على ايش؟ بدي اقسم هذا حتى يطلع معي ساين الفا. كوساين بيتا عندي شيك. اذا انا بقدر ايش اعمل؟ اقول بقدر اقول انه ساين الفا يساوي ار 2 1 على ايش؟ على كوساين بيتا. وهون نفس الشيء، كوساين الفا شو بيساوي؟ ار 1 1 على كوساين بيتا. اذا الفا شو بتساوي؟ اي تان 2 ايش؟ اوبت الساين اللي هو ار 2 1 على كوساين بيتا، والكوساين اللي هو ار 1 1 على كوساين بيتا. فمعناها لازم اطلع بيتا بالاول، اطلع بيتا بالاول بعدين بقدر اطلع الفا. اوكي. طيب الحل الاخير ايش عندنا؟ عندنا نفس الشيء، هي ساين جاما وكوساين جاما، وايش مضروبه؟ الكوساين بيتا وكوساين بيتا. لو قسمت هاي على هاي مباشره بعطيني تان، بس ما بقدر اعرف، بقدرش اتاكد من الاشارات حتى اكون اشتغل صحيح. هذا ايش هو؟ ار 3 2 مش هيك؟ فار 3 2 بيساوي او ار 3 2 على كوساين بيتا بيساوي ساين جاما، وكوساين جاما بيساوي ار 3 3 ار 3 3 على كوساين بيتا. اذا جاما بتساوي A tan 2 R 3 2 على كوساين بيتا، و R 3 3 على كوساين بيتا. هيك بطلع معي الثلاث زوايا المختلفة.